وعلى الأحداث، ونصل إلى الملف اليمني، حيث وصل إلى مدينة عدن اليوم نائب الرئيس اليمني ورئيس مجلس الوزراء خالد بحاح برفقة عدد من الوزراء في زيارة أولى للمدينة بعد تحريرها من الحوثيين وقوات علي عبد الله صالح بدعم من التحالف العربي. مصادر يمنية أكدت بأنه من المقرر أن يشرف نائب الرئيس خلال هذه الفترة على جهود الحكومة لإنجاز الإغاثة ومواصلة العمليات العسكرية لتأمين عدن وتحرير باقي المحافظات. في التطورات الميدانية، شهدت تعز وضواحيها مواجهات عنيفة بين المقاومة وميليشيات الحوثي وصالح، فيما أعلنت المقاومة أنها قتلت أكثر من 40 عنصراً من ميليشيات الحوثي وصالح. معي للتعليق على هذه التطورات هنا في الاستوديو الباحث والدبلوماسي اليمني دكتور حميد الشجني، الباحث والأكاديمي اليمني. دكتور الشجني، رئيس الوزراء، نائب الرئيس الآن في العاصمة عدن، برأيك ما دلالات هذه الزيارة، وهل يمكن أن تمهد لاستلام الحكومة مهامها بشكل فعلي؟ والله هذا كل ما نأمل، أنه إيه الأمور تسير في إطار متسلسل وإطار يعني زمني قصير، حيث تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل المشاكل في بدايتها. بس يعني هنا لما يعني إيه يتكرر أنه بحاح في زيارة، يعني أنا أعتقد أنه عملية على أساس أنك تعطي الوجود في الأرض معناها الحقيقي، يجب أن لا أن تلغى كلمة زيارة لعدن. هو ليس زائر، هو يمني ونائب رئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية وما إلى ذلك. المفروض أنه عاد إلى عدن كي تبدأ عملية التحرير إذا أمكن. هل تتوقع بأنه سيبقى في المدينة أم أنه سيعود؟ والله هناك يعني تو سيناريوز، يعني سيناريوهان للموضوع. إما أن يكون هناك عدم ثقة أن ما تم عمله هو يعني نهائي، ويطرح على الموضوع عملية زيارة، فيما إذا تم يعني أن الجانب الآخر تغلب مرة ثانية ولا يعني استعاد الأرض ورجع، فلا تعتبر يعني عبارة عن خيبة أمل أن الرجل هذا لم يحقق شيء. وما السيناريو الآخر؟ السيناريو الآخر أنه عملية إذا الأوضاع استقرت أكثر واصبحت الزخم أكبر والتمدد أكثر والمقاومة صمدت أكثر، ويعني فوجوده على الأرض حيظل لفترة أطول. طيب، معي عبر الهاتف من جدة الباحث والدبلوماسي اليمني سيد أحمد الناشر. سيد أحمد الناشر، لماذا يبدو بأن نائب الرئيس رئيس الوزراء سيد بحاح قرر أن يزور عدن بدلا من الإقامة الدائمة فيها للإشراف على الحكومة بشكل دائم؟ سيد الناشر، السيد الناشر تسمعني الآن؟ أيوة أسمعك. أعيد سؤالي سيد الناشر. سيد خالد بحاح في عدن في زيارة كما قالت وكالات الأنباء، وسؤال لماذا زيارة وليس إقامة دائمة؟ لأن حتى الآن تعرف أنت بعد الأحداث الأخيرة هذه دمرت البلاد كاملة، لا يوجد مساكن ولا يوجد فنادق ولا يوجد شيء، لا يوجد مكان صالح للحياة فيها أبدا شيء حتى الآن لم تأهل، لكن هي هذه بداية. طيب، شأنه شأن اليمنيين الذين يعيشون في عدن، هل يتميز بحاح عنهم؟ نعم، توفير الأمن أيضا مهم جدا بالنسبة للجهات المتصرف، يعني حتى الآن لم تتصفى الأمور ب 100%، لابد يعني حتى يتوفر الأمن والاستقرار ووجود مقومات الدولة، لأنه بعد ذلك لا زالت الأمور يعني لم تتضح بعد من خلال أنه لم يوجد حتى الآن المقومات المختلفة بعد هذا الدمار والخراب والأشياء تحتاج إلى استعادة الأنفس وإعادة ترتيب الأوضاع الداخلية. طيب، ترتيب الأوضاع الداخلية كيف سيساهم بحاح في الإشراف عليه؟ نعم، هو سيعود وستعود الحكومة إلى قريبا، يعني بعد أن تكون قد عرفت ما حجم الخسائر وما حجم الضروريات العاجلة، وهذا يستدعي أنه لابد من توفير وسيلة الأمن وإزالة جميع الجيوب وإزالة جميع البقايا إذا كانت هناك بقايا من الأخطار، وتوفير الوسائل الأمنية للدولة في بقائها في البلاد. بالنسبة للعملية العسكرية المستمرة، قائد عملية تحرير عدن قال في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط إنه أعد خطة لبلوغ مشارف صنعاء خلال 15 يوماً.
ما تعليقك على تلك التصريحات وهل يبدو ذلك واقعيا؟ لا لا هذه تصريحات إعلامية، ولكن الأمور لا تقدر بهذا الشكل. هذه الأمور تحتاج إلى ترتيبات معينة، ولكن أنا أعتقد أن استمرار المقاومة وصمودها وستكون يعني من داعش وغير داعش ستكون هي قدوة وتشجيع إذا سقطت داعش بإذن الله تعالى بيد الشرعية وعادت الأمور إلى مجراها، عند ذلك سنجد أن بقية المحافظات ستتشجع وسيعود الأمر إلى مجراها الطبيعي، لأن الطرف الآخر يخسر، وإنما قوة الطرف الآخر بتفرق الآخرين، فإذا التحمت القوى الوطنية في صف واحد عند ذلك سنجد هناك تغير كبير جدا في الأمور. شكرا جزيلا لك الباحث والدبلوماسي اليمني السيد أحمد الناشر. سيد شجني، هل تعتقد بأن كلام السيد الصبيحي في تصريحاته للشرق الأوسط بأنه أعد خطة تعتمد على محوري العدن ومأرب وينفذها ألفا مقاتل ضمن خطة لبلوغ صنعاء خلال أسبوعين تقريبا 15 يوما؟ أنا أعتقد أني أضم صوتي إلى صوت المتحدث من الرياض، يعني من جدة. أعتقد أنه لو يكون هناك في واقع لدراسة الواقع على الأرض يكون أفضل يعني من الأحلام. يعني إحنا كلنا كيمنيين، أنا من البداية أنا كنت أتمنى الحسم في أي اتجاه، وعملية الاستقرار، وصول اليمن إلى استقرار ونقاش سياسي وحلول يعني سياسية، هذا أفضل ما يمكن إيجاده بالنسبة لليمن. وهل هذا يعني الآن ممكن؟ هو الآن ممكن في أي وقت، عملية في ظل الزخم، إذا عندك بعض الانتصارات وبعض التهديدات اللي بدرع بالجانب الآخر، من الأفضل أنك تستغل أوراقك الدبلوماسية وتجمع الناس على طاولة الحوار وتفرض شروطك وتفرض يعني وجود دولة، ويكون في هناك يعني عملية ترتيب للبيت الداخلي. مع من يعني؟ من هي الأطراف التي يمكن أن يتم التحاور معها؟ والله الأطراف اللي هي الآن على الأرض. يعني هل تتحاور مع الحوثيين وصالح أم تتحاور مع إيران؟ والله شوف، وعملية أنا بالنسبة إلي أنا مقتنع، كمان يعني كان معظم اليمنيين مقتنعين إنه الأوراق يعني هي دولية أكثر من كونها إقليم وطنية، بس في الآونة الأخيرة يبدو إن بعد اتفاق المحادثة النووية بين أمريكا وإيران، إيران نوعا ما الآن منشغلة بالقضايا الداخلية، لأن إيران عندها مشاكل داخلية كبيرة جدا جدا، وعندها مشروع الآن تنموي، وإيران يعني دائما سياستها هي تنتهي سياسة البعد الطويل. احنا لو نشوف مثلا النفس الطويل كما حدث مثلا بالعراق، العراق يعني صدام حسين الله يرحمه وصل إلى قم، وصل إلى أطراف ظهران، وظل الإيرانيين بالنفس الطويل حتى سيطروا على بغداد. الآن عملية اللي موجود في اليمن البرية، يعني تقصد طائراته وصلت إلى تلك المناطق، هي الطائرات وأيضا يعني جيوشه وصلت يعني إلى أماكن يعني للعمق الإيراني، ويعني في البداية نذكر يعني الدبابات العراقية زحفت واستعادت أراضي كبيرة جدا جدا ودخلت يعني إلى العمق يعني، بس الإيراني هم عندهم سياسة النفس الطويل. الناحية الثانية، إذا لم يكن هناك، وهذا أنا دائما أكرر الكلام هذا، عملية إذا لم يكن هناك مشروع لليمن أو للمنطقة على غرار المشروع التركي أو على غرار المشروع يعني الصهيوني أو على غرار المشروع الإيراني، نعرف من نحن أولا، تمام؟ فالقصة هنا حترجع الدائرة حتدور. إيران احتمال يعني تصبح دولة يعني دولة قوية جدا، يعني تضخ بترول كثير وتستعيد أموال، وحينها هنشوف الدورة ترجع مرة ثانية إلى اليمن والمشاكل ترجع إلى اليمن. اسمح لي للاطلاع أكثر على التطورات الميدانية في تعز. معنا الأكاديمي والمحلل السياسي دكتور عبدالله الذيفاني. سيد الذيفاني، تعز هل يبدو بأن استعصت على المقاومة والمواجهات العنيفة التي شهدتها وتشهدها بين الحوثيين من جهة وقوات صالح، ومن جهة أخرى القوات الحكومية وقوات المقاومة الشعبية، برأيك هل هناك استعصاء الآن في تعز؟ هل هناك استعصاء نتيجة المواجهات العنيفة بين الطرفين؟ الحقيقة في تقدم المقاومة كما تتابع، ورغم سابق التشريح بين الطرفين، المقاومة تشريحها متواضع، ورغم ذلك محافظة الانتصارات مهولة. المقاومة تتقدم كل يوم يعني المشيرات بخير إن شاء الله. تعيد مستعصية على يعني مستعصية، لا أعتقد أنها ممكن تركع.
طيب يعني بصوت غير واضح، ولكن أتمنى أن نسمعك الآن بوضوح في إجابة على هذا السؤال الأخير لك سيد الذفاني. هل تتوقع تأمين تعز بيم بكاملها إذن في وقت قريب؟ أتوقع تأمين تعز. نعم تأمين تعز. الحقيقة نحن نسمع أخبار لكن لا نرى على الأرض مؤشرات حقيقية لهذه المسألة. تعز تعتمد على إمكاناتها، تعتمد على قدرة أبنائها، تعتمد على إرادات المقاومة وإرادة الشباب والمخالفين في الدفاع عنها. أعتقد تعز لا تعول كثيرا على مشاكل خارجية، بالتالي لو كانت معولة على مشاكل خارجية كانت تعز لم تتحرك ولم تتحرك، ولكن هي تتحرك لأن لديها طاقات ولديها قدرات ولديها إرادات. الإرادة أهم بكثير من كل الأسلحة الأخرى. تعز لا تنتظر كثيرا. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله الذفاني الأكاديمي والمحلل السياسي من تعز. برأيك المواجهات التي شهدتها قرى وجبل صبر جنوب مدينة تعز هل تشكل بداية لتحرير المدينة بأكملها من الحوثيين وقوات صالح؟ والله أنا قلبي يعني مع أهل تعز يعني قلبا وقالبا، يعني هم يعني وضعوا في محك يعني لا يحسد عليه وضحوا تضحيات كبيرة جدا جدا. بس المشكلة أنه عملية الخذلان، هل هناك مثلا مشروع يعني للتحرير ما يسمى بالشمال والجنوب، أم أن هناك خطة لتحرير الجنوب ويعني نفض الأيدي عن الشمال؟ هل هناك اتفاقات سرية تتم في الخلف لضعن المقاومة؟ لأنه يعني حدث مثلا في العند على سبيل المثال ضربت ما يسمى بقوة الشرعية بعد تحرير ما يسمى يعني بعد تحرير عدن. فهناك المشكلة يعني كثير من اليمنيين يتساءلوا هل هناك خطة وضعت وإلى إمتى الموعد الزمني بتاعها؟ في كثير من التفاؤل اللي بيجري، ويعني احنا كيمنيين بنتفائل ان الامور تحسن في اسرع وقت وتعود يعني الامور الى نصابها، بس مش عايزين احنا نصاب بنكسه داخليه كبيره جدا جدا عندما يزيد تفاؤلنا اكثر وينقتل عدد اكبر. ارجو ان شاء الله تعالى ان الامور يعني تتحل بطريقه افضل من ما يعني تشرك في اكثر من دماء اكثر من اليمنيين. حميد الشجني الاكاديمي والباحث اليمني شكرا جزيلا لك. فاصل قصير أعزائي المشاهدين، نعود بعده لمتابعة الملف الأخير في أضواء على الأحداث، فابقوا معنا.